ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك إهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي أشكال على ألوان. مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان، وهي الدنيا ناس غير إيه، ميك اب روش فستان سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان، يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدودة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشيها. طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا استاذ تفهم من بقك؟ ايه حراميه دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هجامه في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر، يا نهار اسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ أكيد مفيش حاجة صعبة على حضرتك، احنا سألنا عليكي وترقصنا. اتقصنا؟ whatever, you're the perfect one for this mission. انت عايزة ايه؟ يعني انت احسن واحدة، قصدي يعني انت عمهم في الحرمية. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعة انا مرجعكوش ابدا، مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العملية دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. وايه اللي اطلبي اللي انت عايزة؟ هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكرة انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمة، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والتلاتة واللي بتاع، هتاخدوا فاتورة ضريبية؟ فاتورة ضريبية؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنة، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟
لا مش كتير. بص يا أبلة، احنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها، العملية دي هتتفقر من الآخر كده. العملية دي فيها تلاتة، كل واحد هياخد 5000 جنيه وأنا 5000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمة، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم ب3 عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3000 بس. انت عبيط يالا، انت عايز ناس انت مجنون وانا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25000 جنيه. حقك. لا استني يا معلم، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه، ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ ما فيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه، هنعمل معاكي العمليه دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكم تتشاوروا كده منكم ببعضيكم وماسكه في ديلكم وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا؟ مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكم؟ انت حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم سجل؟ انا سجلت انترفيو في التلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها، اوعي بس تكوني يعني فاكرين شباب فرافير وهاتيه والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا، انا عليا حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر، طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس ده. اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب، انا مش هسرق. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلم منى، معلم منى. خلاص خلصت القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمه. هو ايه اللي اتفقنا ياض يا هاني؟ هو انت حرامي ياض واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكم، انتوا شويه حراميه. مش جيد. ايه ده؟ تعرف قهوه الحراميه يا ابني؟ انا اسف، انا اسف يا معلم منعم. معلم منعم ما بيردش، التعويذه باظت. خلاص خلاص يا سيف، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا انتوا هتسيبوني لوحدي، انا هاجي معاكم. نقول تاني اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكم. نقول معاكم ساعة؟ أنا معايا ساعة غالية قوي. والله طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، وأي حد معاه بقى موبايل محفظة عربية يسيبها لي عشان أقدر أتأكد إن محدش فيكم هيخون. طيب أنا ينفع أديها الموبايل ومفتاح؟ جايز ثانية واحدة، إيه اللي يضمن لي إن أنتِ مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي أنا ما عنديش ضمانات، أنتوا اللي جايين لي لحد عندي، والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامة ويبقى متشكرين قوي على شوية الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. أقنعتيني. طيب ينفع أديها الموبايل ومفتاح العربية والمحفظة؟ أنت عرفتها إن معاك موبايل وعربية ومحفظة، سيبهم يا غبي. ما أنا معايا 200 جنيه أهو يا ابني، شفتني اتكلمت؟ طب بص بقى يا كباتن، أنت سيب الموبايل والعربية والمفتاح والمحفظة، وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي. بتوعك يا نور. محفظة إيه؟ لو لقيتي فيهم 2 جنيه تقف على وشي. يلا. ادوها كل حاجة يا جماعة، دي أمينة جدا. أنت تعرفيه منين؟ أنا بفهم في الناس يا ابني، أنا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز، خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله يا حبيبتي يا ريت تسيبيه. يلا طير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده، يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق، انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخديني اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما انت كده هتقليني، انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا ياض رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا ياض يا تافه يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان، محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجننتي هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي
يا لهوي مسدس، شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني انا زي امك. يا امي انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت، احنا نخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيتكشف منها الموبايلات اللي معاه، اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل، قولي. يا بنتي انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى جمدي قلبك كده ومسكي. لا لا لا، طب طب والكاميرات اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ ايه واللي لا؟ انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنتي الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام؟ ده اداء حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام، ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو؟ يلا بقى اقلعوا والا فرتك دماغي. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلعي الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقوله يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم، اي حاجه هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعه دي ب 1000 جنيه؟ دي ب 2000 ونص. دي ب 2000 ونص؟ انت كفره. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شويه هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كاني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكيه يا خارقه الذكاء. ما هو انت خارجه الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيزه البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل، نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه يا خارق الذكاء؟ تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكو! كله يرفع ايده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله إيه؟ تمام يا شوشو؟ أيوه كله تمام! بقول لكم إيه، ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام، لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يثبت مكانه. ملك يا هاني ولا ملك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده، ريحته قبر. انت ما بتحطيش داوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك عيب. كله يثبت. شوشو النبي ها ناوليني في اوحم اللي هناك. هتعطلني. خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يا زلمه ما تتحركيش مكان. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر؟ ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ تصدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني؟ دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله؟ ناوليني في اوحم اللي جنبك دي. بسرعة بسرعة. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة؟ امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش، هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة هفرج عليك الناس دي وخليك منظرة. لا لا ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة، أنا أصلا معجب بيك والله.
حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني هايل هايل هايل، بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خاطف وما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا، بص يعني هم اصلا اهم خد اهم، بص كان لسه استفتاح، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه يا هاني في ايه؟ ما تقولها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد طب ما هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج، بص لف شوف المكنه بقى لف. خلاص خلاص. ايه يا عم؟ انا هتصرف. كله يثبت، كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب، من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها ثلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك اسيمة؟ هو انا داخل فندق، انا اخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خارق الذكاء انت. هاتي انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وارجع في الجنة، وقفي عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انتي عارفة بيضربني. مسكتله؟ اصل انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ اه يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. اه يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي يا حبيبي؟ اه المقاسات كلها مظبوطه، كله تمام. خش يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعه جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربه كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. اه طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استنى يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، الثقه في الله تعدي. اوكي.
يا نهار اسود. ثانية واحدة من فضلك، ارمي الحاجات بسرعة. ابني يتيم. مفيش حاجة، ادي بزباز وميات. 1340 1347 1350 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه، لملي كل الحاجة الساعة بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى خلاص، هي كلمة. ها يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظة واحدة كده 2405. ايه ده انتوا رخاص ليه كده؟ بقولك ايه، اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقولك ايه، ايه اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك، عامل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ اه ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجو. ماشي يلا. حكومه يا شوشو حكومه. ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا، سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفس مقاس السمانة بالظبط. اه بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. اه طبعا. أوكي. البس الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا باشا، دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لها باشا. وسط تعالوا وسط، تعالي تعالي شوشو. أنا مش مصدقة الفشل بتاعك بجد. هنقول إيه للبنت دلوقتي؟ معرفناش نسرق حاجة؟ هو أنا عشان ما سرقتش أبقى فاشل؟ أنا مش حرامي. يعني أنا اللي حرامية؟ بس أنا على الأقل لما بيطلب مني حاجة بعملها. يعني إيه؟ لازم أبقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ أنا هأعجب بيك ليه أصلاً دلوقتي؟ أنت بتقولي كلام يقفل القرد، إيه ده؟ العربية بتاعتي كانت هنا. لو سمحت أنا كنت سايب العربية بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك علي، أنا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحدة قاعدة جوه معاها موبايلي، محفظتي، a lot of stuff بتاعنا يعني. اه كانت مليانة كده ولابسة ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربية ومشيت. طب ما تقول من الأول يعني بتضحك على إيه؟ خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبيه سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. ملك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضرب الجزمه اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يا لو سمحت، فين المعلم منعم عشان محتاجه اعمل كومبلين على اللي حصل؟ المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزه تعملي كومبليكن في اي ركن مش هنا. كومبلين؟ ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتاخر عليكي ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا. اتسرقنا، فتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحراميه. ولا حسبي كده مزمزل؟ انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك وشكلي كده عاملها معاك وعهد الله. لا 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 لا، سيف يلا بسرعه. حاضر جاي لك اهو. معلش بس مع الجماعه جم، ان شاء الله تتعور المره الجايه باذن الله. لا لا لا، انا مش همشي من هنا. نديني المعلم منعم لو سمحت، في خلل عندك في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول ششتم اهي. لا ما يعني انت سكت في سيستم وسبت انا بتكلم بجد. لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك يا هاني. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيف بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبني عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك، وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست قالت لي اسرقها جاب ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يا ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حضر العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطه بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي انت وهي،
ما انتوا مش مضرين في حاجة. أنا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف، أنا ساعتي اتسرقت، الحلقة الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزة تفرسيني؟ أنا ما شفتش في برودك، انت باردة برود، أنا ما شفتهاش. اسود ايه ده؟ بوليس ده يلا نهرب. نهرب منين؟ اقف يا متخلف ما تهربش. كده موقفنا في القضية هيبقى زفت. اقف وهيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو يعدموك ليه وانت كنت بتختصم التاكسي؟ صدقني انا على اي قواضي تانية. انا مش عايزه تسلم، مش عايزه نسلم نفسنا. لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان. انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا يلا انت تفهم يلا الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف ما هي هي. يلا يا جماعه اعزمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيقولك هيقولك مش هينفع تسيبوني. لا هيقولك العربيه مسروقه والله. معلش هاني بخاف جدا، خدني معاك يا هاني. انا هركب مسروقه مسروقه. اه يا شويه هفيات ما عرفتش اربي بقى، حته بنت زيجي تقلبكم وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبيت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. اه وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها.